من منا لا يحلم بأن يكون معه بيئة نظيفة وجميلة يملؤها الأزهار والورود وأيضا النباتات الجميلة التي تجعل من المكان بيئة نظيفة تتنفس السعداء. هند بجرين لاند، هذه البنت الجميلة أتحفتني يوم احتفال دومي داي. هذا الاحتفال ضم العديد من الشباب، أكثر من 53 شابا تميزوا بريادة الأعمال. هذه ريادة الأعمال التي بدأت ابتكارية حقيقية مع حاضنة الأعمال مؤسسة أو منظمة هادف. كان الاحتفال غير عادي وكانت الابتكارات غير عادي، ما لفت نظري هند ذاتي جرينلاند. جرينلاند يعني حديقة جميلة جميلة جدا، وهي حديقة سأريكم بعض اللقطات التي ستشتلق صدركم وستخليكم ناس في حالة ذهول بأن يوجد امرأة قادرة على هذا العمل الجميل. فمن الجمال خلقت الجمال. وأيضا أقول لكم إن هذا البرنامج الذي رحلة إلى عالم المشاريع الريادية الملهمة كان الصدارة في وجوده، إنه كان الأول على مستوى الجمهورية اليمنية وخصوصا محافظة تعز لإيجاد ريادة أعمال من الشباب ومن أفكارهم الابتكارية. تابعوني هذه اللقطات الجميلة. هند فؤاد، مالكة مشروع جرينلاند عالم النباتات. على فكرة بدأت كهواية وشغف فقط للنباتات، تحول إلى مشروع حببت إني أشارك الناس النباتات والأشياء الجميلة اللي أمتلكها. لكن المشروع كان بشكل زي ما نقول بشكل عشوائي، ما فيش خطة ولا شيء. لما دخلنا هادف تعلمنا كيف ندير مشاريعنا بشكل متميز، نعمل خطة، دراسة مالية، إدارة موارد، كيف نكون فريق عمل بحيث إنه يخرج المشروع للناس بشكل مرتب منظم ويحقق ربحية بشكل أفضل. عبارة عن مشروع زراعي ريادي يوفر كل ما يحتاجه الناس في الزراعة، سواء من النباتات، مستلزمات الزراعة، أسماك الزينة اللي أضفتها مع النباتات المائية. أيضا نقدم العديد من الخدمات مثل تنسيق الحدائق، محافظة على الحدائق من الصيانة والمتابعة والإشراف. أيضا نقدم استشارات زراعية. أيضا أضفنا خدمات جديدة للمشروع اللي خدمات زيارة عميل وخدمة تنسيق ديكورات الطبيعية للمناسبة. متابعي السلام عليكم.